بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة الأقصر أعلن جهاز مدينة طيبة عن طرح 180 قطعة أرض بمقدم 25,000 جنيه. في الشرقية تم بدء التسجيل بالدورة الثالثة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية. كمان امبارح في المنيا تم الإعلان عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة ل 140,000 سيدة، وفي بني سويف تم كشف وتوفير العلاج لأكثر من 1,000 مواطن خلال قافلة طبية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الأقصر أعلن جهاز مدينة طيبة عن طرح قطع أراضي متوسطة بمدينة طيبة الجديدة بعدد 180 قطعة بمساحة تتراوح من 209 متر مربع حتى 265 متر مربع بمنطقة واو بالحي السابع منطقة 620 فدان، ويصل مبلغ مقدم جدية الحجز ل 25,000 جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد. في الشرقية أعلنت المحافظة عن فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 تحت رعاية رئيس الجمهورية، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، وده على الموقع الرسمي للمبادرة. في المنيا أكدت مديرية الصحة أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها ل 140,795 منتفعة، بالإضافة لتقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة. في الأليوبية أعلنت جامعة بنها أنها نجحت في محو أمية 1197 دارس وفقاً لنتائج دورة يناير 2024 اللي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار ضمن الاهتمام بملف محو الأمية اللي بتوليد دولة اهتمام كبير، وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. في بني سويف أكدت مديرية الصحة تنفيذ قافلة بقرية العجرة مركز بيبا على مدار يومين مكونة من 7 عيادات طبية، وتم الكشف على 1012 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في جنوب سيناء شهدت المحافظة حفل توزيع أجهزة كهربائية على 20 فتاة من الأيتام على مستوى المحافظة مقبلات على الزواج، وده في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الفتيات غير القادرات.